واحد من جماعة القاعدة اللي يحكوا عليهم القاعدة الشبوب هذا ما شاء الله أحد جماعة القاعدة هذا معقولة قاعدة يا ناس تو منين يا حبيبي أنت؟ ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك شنو إصابتك أنت شنو اللي في رأسك هذه؟ دقيقة يا جماعة الشبوب الحر هذا قاعد يكلم فينا تو إصابتك شنو اللي في رأسك؟ لقط شنو؟ بلجيكي ما شاء الله انت رصاصه كيف جاتك انت كنت قدام الحوش كنت جوا في الحوش كنت في الشارع شنو كنت تدير كنت جوا في الحوش ولا برا في الشارع كنت وين في جنانه وجاتك الاطلاقه سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله هذا اخوكم حتى هو طبعا خليه يعرفنا على روحه الاسم الكريم ليبي حر ليبي حر ما شاء الله تبارك الرحمن منين يا ليبي حر ليبي حر ان شاء الله الله اكبر اصابتك وين جاتك والله في بغاز مدينه بغاز شنو الاصابه والله الاصابه مقنص انا قناص في معلش باقي ما فيش داعي لا ما فيش داعي تعب روحك اوكي تريح ما فيش داعي اوكي وشنو قالوا لك انا في المستشفى وشنو الاضرار اللي انت تعرضت لها أول حاجة كم العمر وكم عمرك؟ أنا عمري 25 سنة في ريعان شبابك 25 سنة ولقيت ناس لقيت ناس والله يقابلوك بقناصة وقابلوك أنا قريب المدارس المية فهمت؟ بعيد فجأة بطلق الرصاص كنت مسلح أنت لما انصبته؟ لا والله منين استهدف شنو كنت تقول أنت لما طلعت شنو الحاجات اللي أنت كنت تنادي بين يعني شنو؟ نطلب حاجة الحرية بس ما نطلبش حاجة أكثر من الحرية نقول الحرية واجهوكم بالرصاص الحي واجهونا بالرصاص الحي يعني فجأنا اني جيت اصحابي وجماعتي يموتوا قدامي فهمت اني اول مره حد ناس تموت قدامي مثلا كلنا عمر مارينا الكلام هذا كلنا عمر مارينا يعني ما انا واحد من اصحابي ضربوه في راسه توفى فهمت استشهد ان شاء الله نسال الله ان يتقبله قبول حسن ان شاء الله انا طبست نشمر فيه جاتني رصاصه في كاعي لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله خير جدني خارج حالة خشن انا طالع من العظمه كسرت العظمتين هنا وانت طبعا حاليا في تركيا من منظمه الاغاثه الانسانيه في تركيا في تركيا وترك ان شاء الله مديره منغسلين شنو الكلمه اول حاجه المعنويات شنو اخوتك الليبيين واخوتك في الامه الاسلاميه كلها وللعالم كله ان شاء الله ان شاء الله مرتفعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرتفعه ان شاء الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر